من توفير وعاء سياسي وغطاء سياسي لتكثيف التحركات الميدانية ضد الانقلاب، لتكثيف التحركات السياسية ضد الانقلاب، وتكثيف التحركات الدبلوماسية أيضا ضد الانقلاب. الرسالة الثانية أنه في مواجهة سلطة الانقلاب وخريطة طريقها، جبهة الخلاص الوطني لها تصور خاص بها، لها تصور مخالف. تونس تحتاج اليوم إلى انتخابات مبكرة، نطالب بانتخابات مبكرة. تونس تحتاج إلى حكومة إنقاذ وطني حقيقية فاعلة ومقتدرة قادرة أن تخرج البلاد من أزمتها، أزمة شح المواد الغذائية، أزمة تأخر الأجور، أزمة غلاء الأسعار، أزمة تعطل المرافق العمومية، أزمة شح الأدوية. الشعب التونسي يعاني اليوم، والبلاد غير محكومة إلا بمجموعة في القصبة تحاول أن تنفذ تعليمات قيس سعيد. ثالثا، تونس تحتاج إلى حوار، إلى حوار وطني حقيقي صادق عميق يضم كل بناتها وأبنائها، إدماجي لا يقصي أحد إلا من أقصى نفسه، حتى نضع تصورات ووفاقات وطنية حقيقية، ليست كوفاقات الماضي على تثبيت الواقع الرديء، وإنما وفاقات حقيقية وتوافقات وطنية حقيقية للإصلاح وتغيير واقع التونسيين والتونسيات، وخاصة الإصلاح المالي والإصلاح الاقتصادي والإصلاح الاجتماعي. هذا ما تحتاجه تونس، وهذا ما تطالب به جبهة الخلاص. نحن لا ننتظر من قيس سعيد أن يستمع إلى أحد، هو لا يستمع، لا يرى ولا يعني يتفاعل مع أحد، هو يريد أن يتحاور مع نفسه. نحن نخاطب الشعب التونسي، نخاطب القوى الحية للشعب التونسي، نخاطب ضمائر التونسيين والتونسيات، ولا نخاطب قيس سعيد.